راح لك تقعد بحشك وصير سكوتي كالفلم. هذا هو الأفضل هكذا السياسة المرجعية. والعجب من معاصري هسه الآن يبدأ حملة على من؟ ها؟ على حوزة النجف. يقول والعجب من معاصريه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات وكادت أن تتدكدك على الأرض ولا تسقط على الأرض، إلى أن يأتي في صفحة 247 وبالجملة ففساد هذا القول الفظيع والرأي الشنيع أوضح من أن يخفى على ذي مسكة، إلا أن هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام. إذا ظهر الجهل وكتم العالم علمه ماذا تكون نتيجته؟ فليتبوأ مقعده من النار أو شنف عليه لعنة الله. قل لا سبحان الله، هذا طبعا في حدود الإمكان ولا نستطيع أن نقول غير ممكن 100%. لا، إذن فنحن كاذبون حقيقة وعلينا لعنة الله سبحان الله. بمقدار ما هو ممكن تطلع حسك، ما يصير تسكت 100%، إنما هو لمصلحتك الدنيوية بس تأكل حق الإمام وتنام حبيبي. لا لا، إذا أنت مجرم ذاك البيت، ليس أكثر من ذلك. يضرب ما يبقى يلبس الباب. هكذا يقول سيدنا محمد الصدر وهكذا يقول علي بن أبي طالب. والرجال ما قصر علي بن أبي طالب، قال يخطب، فمن منكم يخطب؟ سبحان الله، إذا كان لنا أسوة برسول الله، إذا رسول الله كان يخطب، إذا أمير المؤمنين كان يخطب. فلماذا لا نخطب؟ لا نفهم الناس ولا نواجه المجتمع حبيبي سبحان الله. بعدين صلاة الجمعة تصير فتنة على كل حال. أنا أحتسبها إلى رب العالمين. مهم الرواية أعزائي طويلة. عن أبي عبد الله، كنا عنده فذكرنا عنده كنا عنده فذكرنا رجلا من أصحابنا فقلنا فيه حدة. هذا الإشكال الذي عادة يريدوه على سيد الحيدري، أنه سيدنا أنت حاد مع الناس بعض الأحيان هواية، بل فقلنا فيه حدة. في الحاشم يقول ما يعتريه من الغضب، فقال من علامة المؤمن أن تكون فيه حدة. وعجيب هذه الرواية، قال من علامة المؤمن اللي يقبلون البحار. هاي الرواية وين موجودة؟ ها في البحار. من علامة المؤمن أن تكون فيه حدة. قال فقلنا له إن عامة أصحابنا فيهم حدة، إذن القضية مو فقط عامة أصحابنا كذا. فقال إن الله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم، أين؟ في عالم الملكوت قبل هذا العالم اللي يصطلح عليه بعالم الذر، في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين وأنتم هم، أصحاب اليمين أنتم شيعة وأنتم هم، أن يدخلوا النار. الله امتحنهم في ذلك العالم أن يدخلوا النار فدخلوها، ولهذا صاروا ماذا؟ من شيعتنا هنا. فأصابهم وهج، فالحدة من ذلك الوهج. يقول أصابهم أثر ماذا؟ من تلك النار التي دخلوها. وأمر أصحاب الشمال وهم مخالفوهم أن يدخلوا النار فلم يفعلوا، فمن ثم لهم سمت ولهم وقار. رواية باردين مولانا لهم وقار. رواية موجودة أين مولانا؟ موجودة في البحار، والعهدة على صاحب البحار. جيد، تعالوا مولانا أعزائي إلى الخصوصية الخامس. جيد، هذا هم توجيه للحدة التي أنا عليها. الخامس بلي سيدا مضاعف، باعتبار أنه هذيك هاي المضاعف بها معاني أخرى هسه مو محلها هنا. جيد، الخامس طبعا هاي الحدة في المؤمن باعتبارهم حلويون وباعتبارهم أنهم دخلوا النار، ما شاء الله ما شاء الله.